إنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم أن أكون مخلصا لله أمينا لمليكي ووطني، وأن أقوم بواجبي في إحقاق الحق ورعاية العدل بكل إخلاص وأمانة، وأن أنفذ الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي في غير معصية الله. والله على ما أقول شهيد. هزات رتبتك بالكتف يا ضابط الميدان، عساكر قصيدي فيك تضرب لك تحية، عسى الله يبهلني واشوفك رئيس اركان، تقود السرايا بالجيوش السعودية. يا بنت محمد الكريم ويا معصب الجدة، فلا تخلي